كشف المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن تحقيق نسبة إنجاز كبيرة في مشروع البحيري الإسكاني بالمحافظة الجنوبية، لتبلغ ما نسبته 99% من الأعمال الإنشائية للوحدات السكنية وأعمال البنية التحتية. وأشار الوزير خلال جولة تفقدية للموقع إلى أن المشروع يسير بحسب الخطة الزمنية بهدف الانتهاء من تنفيذه وتوزيع الوحدات على المستفيدين بوتيرة متسارعة، ليندرج مشروع البحير ضمن خطة العمل على توفير 25,000 وحدة سكنية وفق برنامج الحكومة الحالي. وعبر وزير الإسكان عن حرص الوزارة على مراجعة طلبات الأهالي المرشحين للاستفادة من هذا المشروع والمشاريع الأخرى طبقا لمعيار الأقدمية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تسريع وتيرة العمل لإكمال نسب الإنجاز المتبقية في البنية التحتية.